وطغواه، فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه، التفت وجهه، وخليفة في بلاده، لم يخلقه للجنة. هذا الذي كان سيد الضبطبائي هي يصر على أنه دخل الجنة، ولكن كان القضاء والقدر الإلهي أن يبقى في الجنة أو أن يخرج ويأتي إلى الأرض. ها؟ لم يخلق للجنة. حتى أنت من حقك أن تسأل، حتى إذا لم يخلق للجنة، حتى لماذا لا بد ماذا أن يمر من الجنة حتى يصل إلى الأرض؟ ذاك بحث آخر. المهم خروجه من الجنة بعد كان بسبب المعصية أو لأن القضاء الإلهي هذا؟ ما أجواب عن نكتة؟ ليس خروجه من الجنة بسبب ماذا؟ الأكل من الشجرة. حتى لو فرنا لو لم يأكل من الشجرة، القضاء الإلهي ماذا كان يقتضي؟ أن يأتي إلى الأرض، لأن مستقره أين؟ في الأرض. قال خلق الله آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده، لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض. بس بعد شنو تفهم من هاي النص؟ هاي الجنة جنة أرضية أو ليست أرضية؟ يقول لا في الأرض، يعني خارج النشأة. فإذا كانت خارج هذه النشأة فكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض. هذا الذي قلنا القضاء والقدر الإلهي ماذا؟ أن يأتي إلى الأرض لتتم مقادير أمر الله سبحانه وتعالى. الله كان مقدر أن آدم إذا يريد يوصل إلى الأرض لابد أن يمر بماذا؟ يمر بجنة. هسه أكو نقطة جيدة هم السيد الطبطبائي يشير إليها، والشيخ السبحاني في كتابه مفاهيم القرآن المجلد الخامس يشير إلى توضيحها. يقول حتى لماذا بأن الله سبحانه وتعالى مرره بهذه المرحلة. يقول لم يكن الظرف ظرف تكليف حتى تعد مخالفته ماذا؟ عصيانا لمقتضى، فإن ظرف التكليف هو المحيط الذي هبط إليه مع زوجته بعد رفض النصح الإلهي، أما ذلك المحيط فكان معدا لتفصير الإنسان بأعدائه وأصدقائه ودورة تعليمية لمشاهدة نتائج الطاعة وآثار المخالفة. لم يكن العالم عالم ماذا؟ عالم الطاعة والمعصية، فقط من قبيل واحد يراول ماذا إذا صح المثال، يراول ماذا؟ يخلون السلم يقولون له إذا أطعت هذا وإذا خالفت هذا. فلم يكن العالم عالم الطاعة والمعصية. هسه الشيخ سيد الطبطبائي هذه النقطة يذكرها، والشيخ السبحاني يوضح احنا الطبطبائي يذكرها في المجلد الثامن صفحة 39، وهنا المجلد الخامس صفحة 25 في مفاهيم القرآن يوضح النقطة، نفس النقطة الإمام سلام الله عليه يشير إليها. يقول وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتتم مقادير أمر الله عز وجل.